مساء الخير. النهاردة هنعمل مع بعض فطيرة خلية النحل بحشوة الجبنة الموزاريلا، وده هيكون شكلها. هنشوف مع بعض المقادير: 3 كوبايات دقيق أبيض لجميع الأغراض منخول، كوباية لبن دافي، 3 معالق زبدة من غير ملح بحرارة الغرفة، معلقتين كبار لبن بودرة، معلقتين كبار سكر، بيضتين بيضة عشان العجينة وبيضة عشان ندهن بيها خلية النحل، ربع معلقة ملح، معلقة كبيرة خميرة فورية، نص كوباية سمسم، كوبايتين جبنة موزاريلا مبشورة. هنشوف هنعملها ازاي مع بعض. في العجان هحط 3 كوبايات الدقيق والسكر والخميرة الفورية وأقلبهم كويس. دلوقتي هحط الملح واللبن البودرة وأقلبهم تاني. هحط البيضة وأضيف اللبن الدافي بالتدريج. بعد ما العجينة اتلمت هنضيف الزبدة، بس هضيف معلقتين بس من التلاتة وابتدي عجينها تاني. كده خلاص الزبدة دابت في كل العجينة، هبتدي عجينها 5 دقايق كمان. بعد ما عجنت العجينة كويس جدا حطيتها في بولة وحطيت حواليها شوية زيت وهغطيها ببلاستيك راب وحطها دلوقتي في مكان دافي تقريبا من ساعة لساعة وربع لغاية لما تخمر وتتضاعف حجمها، ونرجع نشوف هنكمل ازاي مع بعض. خمرة العجينة ضعفت حجمها زي ما احنا شايفين، هنبتدي دلوقتي نشكلها. وهنبتدي نقطعها لقطع صغيرة وهنكور كل قطعة. بعد ما كورتهم حطيتهم في طبق وغطيتهم بالبلاستيك راب علشان وشهم ما ينشفش، واخد واحدة واحدة نشكلها مع بعض. هاخد واحدة هفردها شوية كده بالظبط، واخد شوية من الجبنة الموزاريلا حطها جواها واقفلها وارجعها تاني زي الكور، واقفلها كويس جدا علشان ما تتفتحش بعد ما تخمر. رجعتها زي الكورة تاني، هبتدي اخد واحدة من الكور وافردها كده حاجة بسيطة. هحط شوية من الجبنة وابتدي اقفلها، وهنفضل على كده لغاية لما نخلص كل الكمية. وفي صينية متوسطة الحجم مدورة هنبتدي نرصص فيها الكور. بعد ما حشيت كل الكرات ورصصتها في الصينية هغطي الصينية وهغطيها بفوطة نظيفة وحطها في مكان دافي من نص ساعة ل 45 دقيقة لغاية لما تخمر للمرة التانية، ونرجع نشوف هنكمل ازاي مع بعض. بعد نص ساعة اختمرت خلية النحل للمرة التانية زي ما احنا شايفين ضعفت حجمها. محضرة البيضة المضروبة وهحط عليها تقريبا معلقة كبيرة من العسل الابيض، وده حسب الرغبة، هيخلي وش خلية النحل جميلة جدا ومحمر. وقلبهم كويس وهبتدي ادهن وش خلية النحل بالبيضة المضروبة والعسل، وهبتدي ارش السمسم على الوش. هدخلها دلوقتي في فرن البوتاجاز على درجة حرارة 350 فهرنهايت، وهتقعد تقريبا ما بين 25 ل 30 دقيقة لغاية لما تستوي ويحمر وشها، ونرجع نشوف هيبقى شكلها ازاي. خرجت خلية النحل من الفرن، قعدت تقريبا 30 دقيقة على درجة حرارة 350 فهرنهايت وهي سخنة. هدهن وشها بالمعلقة الباقية من الزبدة، هسيبها لما تبرد وبعد كده نرجع نشوف لما نفتحها هتبقى شكلها زي من جوه. وده بيبقى شكل فطيرة خلية النحل بعد ما بردت، بتبقى جميلة جدا، طعمها بيبقى حلو جدا جدا. نفتح واحدة ونشوفها، ان شاء الله الطريقة تعجبكم وجربوها. الى اللقاء.